الموديل الاخر حتى هو في البوكليت وحتى هو الجديد هانتوما هو هذا الكارو، هذاك فيه دوك الزواقه في ذاك الموديل، وهذا موديل اخر حتى هو نفس الخدمه نقولوا. هذا الجلابه المهم خفيفه ولكن سخونه. حلي لنا هذا ملكه اللي فيه الكري وفيه الكحل وفيه البيج، هانتوما حتى هو 65 درهم. 65 درهم راه داير كثر في بلايص اخرين، كل كما قلنا الله يسهل عليه. هانتوما البنات الجديد في البوكلات هما هاد لي كارو كبار، هانتوما ها هو كيفاش كيجي، شوفوا اللون، شوفوا التيسيو كيفاش داير، هانتوما زوينين. في هاد الكري، في هاد في الخضر والازرق، وهاد الباج هنايا فيه لوينات، في هاد هذا راه اورانج والنوار، وهاد البيج في هذا الكرونه والشويبي، هانتوما اللوينات اللي فيه، في هاد الصفر هذا، في هذا حتى هو هانتوما اللوينات ديالو. وفي البوكلات اللي كنا شفنا في داك لا فيديو جبتو يمكن هذا اللي جديد، ما كانش ديك الفيديو هذاك جديد والفيشي هانتوما. ومن هنايا فيه هنا كحل، ومن هنا هكا داير، وهاد الغوزانديان ولا الفوشيا، فيشيا الفوشيا 35 درهم. هذا راكم عارفين الثمن ديالو، بالنسبه للناس اللي ما شافوش لا فيديو الاول دخلوا ليه. ملكه تهادو جداد، تهادو هادو حتى هما كيمشيو في البوكلات. هذا شوفوا كيفاش داير مع الضو بزاف، هانتوما البنات باش يبان لكم، شفتوا فيه بحال النجيمات. اييه وفيه الكري، وجبتو فيه حتى الصفر. وفيه حتى هاد البوردو هذا ها الجديد البنات. انا هادشي كاع ما شفتو معنا مجيت الليل الكاشمير الفورير. اي الفورير هانتوما، هذا فن، هذا زوين، هذا زوين عجبني، هاد اللون عجبني زوين، حتى الخزي زوين، حتى الكري معنا ما عنديش مع الالوان المفتوحه. هادشي اش قلت لكم، هذا عجبني هانتوما. حتى هاد الاحمر ما كانش مالكه، والله ما لا هذا ما كانش، هاد الاحمر حتى هو جابوه فيه هانتوما. كنا شفنا الكاشمير جداد، الكاشمير حتى هو جاو فيه الوان جداد، كاين هاد البلوسيال، كاين هذاك الخضر، هذاك الفيغ الكتريك ما كانش حتى هو، حتى هاد الكاموني ما كانش البنات، حتى الكاشمير جابوا فيه حتى هو الجديد هانتوما، جابوا فيه الجديد. هذا فيه البلوسيال ثاني، شوف المحل مسلع كثيره تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله، يعني الله يجازيكم بخير. تهلاو ليا في المتابعين ديالي، غادي ندوزو للمطلس البنات، جابوا فيه الجديد المطلسي 20 درهم، وباقي السولد في الكاشمير 20 درهم، باقي السولد في 20 درهم. كون قلت لك ديك المره واش ما كاينش في هذا الموديل، دابا جبتوا ليا الموديلات كاملين. البنات راه هادو جاو مونطوات، كنت حطيتهم لكم في لا فيديو الاول كيفاش كيجيب هادو مونطون، داروه الناس خداوه داروه كويت، يعني بزاف استعمالات. جابوا هذه المره هكا، هذا اللي فيه هكا بالطول لي لوزونج، هانتوما هذا المطلسي حتى هو، كاين الرقيق وكاين الغليظ، هانتوما هذا الرقيق بحال الرقيق كيتغلف، تغلف به كبابطك ولا هذا غليظ شويه، هذا رقيق، كاين هذا حتى هو رقيق، كاين هذا غليظ. الغليظ كيكون هكا فيه لواط، باش نشرح لكم على شنو الفرق، فيه لواط غليظ هانتوما، فيه هاد الورقه بنفس الثمن، وهذا فيه غير ورقه ديال لاواط، هذا كنغلفوا به وهذا كنخدموا به. شوفوا البنات خداو هنايا، بالنسبه كيف ما قلت لكم في لا فيديو الاول، البنات اللي كيكون عندهم الوزن وما كيلقاوش مونطوات قدهم، اجي خودي اختي المطلاسي، ها هو شوفي هذا، هاد اللي خرج مونطو مخير مخير، ويطلع لك رخيص، ويطلع لك رخيص، وجابوا فيه حتى الكحل ديالو، هذا ما كانش، الله يعطيك الخير، تهليتي فيا صافي، تهليتي فيا، قلت ليها قلبي لينا اختي، الله يكبر بيك، الله يكبر بيك، اييه الله يكبر بيك اختي والله. هانتوما هذا حتى هو غليظ، يجي حتى هو كبوط هكا ولا مونطو، فيه هكا لي غايور هكا كبار، كاين هذا الموديل حتى هو هذا رقيق كاع، هذا نغلفوا به، كيجابوا حتى في البيض. هانتوما البنات حلينا ملكه باش يبان ليهم مزيان، شوف هانتوما شفتو، هانتوما البنات يعني غادي تفصل بالطول، بالطول ديالو هانتوما، كلشي يستافد، كلشي غادي يلبس المونطو ان شاء الله هاد العام، اللي عندها الوزن لا الدبيديبات ولا الضعيفات، كلشي غادي يلبسوا المونطو. حنا الدبيديبات بحالي وبحال مالكة، هذا فيه دوك فيه دوبل فاس، تخدمي على الزرق تخدمي على الكري، شوفوا هذا فيه دوبل فاس البنات ب 20 درهم.
20. هانتوما شوف هذا غزال، هذا هذا ما شفتوش 20 درهم. هانتوما هذا في هذا الاحمر هكا ولا هذا الكرونه ولا هذا حتى هو من الغلاظين، فيه الغلاظ وفيه الرقيق. كاين هذا الماغو، هذا جابوا فيه هذا، هذا حتى هو غير فاس واحد هذاك صافي سالا. هاك كمل هادشي اللي بقى فيه. هانتوما اللي مهتم باللون سارع، هذا فيه حتى هو غير نشوف لكم. حتى هو هذا، شوفوا هذا الفوشيا، في فوشيا فيشيا فوشيا. انتم البنات دائما البنات الجديد في الكشمير هو هذا، دائما ب 35 درهم. انتم اللوينات اللي فيه شكيلات 35 درهم. انتم البنات ندير لكم غير جوله خفيفه بالنسبه للناس اللي شافوا الفيديو اول مره باش يعرفوا المحل شنو فيه. انتم كشمير اللوينات، البوكلات حتى هو اللوينات اللي فيه، والجديد في البوكلات هو هذا قلنا. هانتوما 35 درهم. هادو 65. هانتوما البنات هادو اللوينات ديالهم. نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا في الفيديو تاع اليوم وعجبكم ان شاء الله الجديد ديال سلاي، وال نقولوا السولد ولا الهوته اللي جابت لكم. البنات ما تنساوناش من لي لايك. عفاكم راه كاين الثوب اللي رقينا فيه دابا 2 متر في العرض، ياك رقينا فيه 2 متر في العرض. هذا الموديل هذا باش البنات اللي باغيين يخيط، البنات لقينا فيه 2 متر في العرض. ها انتم بحال هادو فيهم 2 متر في العرض. بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يخيطوا كيسولوا على العرض، فيه هذا 2 متر، كاين اللي فيه متر و60 في العرض. انا كنهضر على العرض، كاين اللي فيه متر ونص. ها انتم البنات نتمنى البنات تكونوا استفدتوا من الفيديو تاع اليوم، وبسلام عليكم الفيديو جاي. ما تنساوناش البنات من لي لايك. عفاكم وبارطاجيو باش الناس كلها تستفيد من هذه الهوته هذه. وبسلام عليكم الفيديو جاي ان شاء الله. سلامه مليكه. بسلامه البنات. بالنسبه للعنوان المحل سلاي، حنايا دابا حدا ماكدو. هانتوما ماكدو هو هذا، كاين هذا المسجد، هذا مسجد الاندلس وهذا. هانتوما ماكدو بقى على اليمين. سلاي كتبقى في هذا الشارع، هذا نيشان غادي نمشيو البنات. نمشيو نيشان، هانتوما كاين باش نعطيكم النعت مزيان. هانتوما البنات حنا غادي نيشان، هو محل طونجيغوا بقى على يدينا اليسر. غادي نلقاو واحد المحل ديال بيع الملابس، هو في الشوكة طونجيغوا، الزنقة الاولى لا الزنقة الثانية، هي هذه اللي اونفاس معانا. محل سلاي كيبقى في هذه الدخلة هذه، كاين هذا المحل ديال الملابس النسائية. هانتوما هذه هي سلاي.